السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماجر يرد على تصريح أوتو. طبعا تصريحات أوتو كانت كثيرة بالنسبة لماجر، ومدح به وقال إنه هو فخور به وقال إنه أسطورة وقال كلام كثير به. تصريحاته كانت كلها يمدح فيها ماجر وقال لها أنت الوالد وأنت أخويا وأبويا حبيبي ما علينا. أتمنى من أخوان أخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد. تحية الجزائر وأهل الجزائر. هيا بنا نسمع ماذا قال ماجر. قال أنا فخور أنني كنت قدوة للاعب كبير مثل إتو، وأتمنى له التوفيق في مهامه كرئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، ويبقى إتو أسطورة من أساطير كرة القدم الجزائرية وهو صديق عزيز. فرحت كثيرا وتأثرت باسترجاع مجسم كأس الإفريقية سوية لأنني كنت أحد صناع هذا الإنجاز الإبرو أسيوية. طب أتمنى من أخوان أخواتي وضع اللايك والاشتراك في هذا القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد.